اهلا بحضراتكم من جديد، ونحن هنا في مدينة العالمين وفي وسط هذا المهرجان التاريخي العالم عالمين. بالتأكيد زي ما قلت في المقدمة وكان هدفي من الزيارة، لكن النهاردة فيه بالمصادفة في مباراة بين قدمة الرياضيين أو قدمة النجوم في العصر الذهبي بين الأهلي والزمالك المنتخب. وأعتقد أنه الفكرة الأساسية من وجود كل هذا العدد من النجوم هو التركيز على فكرة أن الرياضة أخلاق، التركيز على أن احنا التعصب ده ظاهرة دخيلة على الملاعب المصرية. لذلك علينا أن احنا نرجع نجوم العصر الذهبي يقولون يعني إيه رياضة، ويقولون يعني إيه تنافس شريف، ويقولون كيف كانت الملاعب وكانت تتزين بكل هذه الالاف من الجمهور دون ان يكون هناك كلمات نابيه. خليني ارحب بضيفي الكابتن الكبير ياسر رضوان، كابتن النادي الاهلي والمنتخب القومي في عصره الذهبي في التسعينات واوائل الالفينات. كابتن ياسر اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب، ربنا يخليك. انا سعيد جدا بالصدفه ان احنا نتقابل النهارده من غير ميعاد يعني طبعا. لكن ياسر رضوان كان احد هؤلاء النجوم اللامعين في المنتخب القومي والمحترفين الاوائل في المانيا، ورجعت للنادي الاهلي وحققت بطولات، وكان الاخلاق هي الاساس وكان التنافس هو الأساس. النهاردة أنت وكل زمايلك من النجوم الكبار موجودين عشان يدوا رسالة للجمهور كرة أنه لا للتعصب. طبعا الموضوع بقى صعب أول فترة الأخيرة. وجودنا النهاردة، وجود الكوكبة من النجوم النهاردة اللي موجودة سواء أهلي أو زمالك، في الأول والآخر احنا أصدقاء وأصحاب، وفي علاقات أسرية كتير جدا مع لعيبة النادي الأهلي ونادي الزمالك. علاقتنا طيبة جدا ببعض. وجودنا النهاردة ان احنا بنقول للناس يا جماعة الموضوع ابسط من كده بكتير. يمكن في ايامنا كان الايام دي ما فيش جمهور بيخش المدرجات، الملاعب بتبقى فاضية، ومع ذلك التعصب زيادة جدا. طب لو رجعنا بالزمن المدرجات كانت بتبقى مليانة، بتبقى فل، وما فيش اي مشكلة بتصدر من اي بني ادم او في بتشجع فرقتك وكل حاجة، بس في روح رياضية في الاول والاخر بتحكم بيني وبينك. الكسبان بنقول له الف مبروك، الخسران بنقول له هارد لك، الماتش اللي جاي تعوض. الحياه كانت بسيطه جدا، لكن الفتره الاخيره دي بدا التعصب كمان بينطبع على اللعيبه دلوقتي حاليا. يعني بدات اللعيبه كمان تتاثر بالموضوع التعصب ده، ودي حاجه مش كويسه. والرياضه زي ما حضرتك قلت ان هي الرياضه اخلاق. يعني اللي اتغير في 20 سنه كابتن ياسر، يعني او اكتر من 20 سنه، كانت الملاعب وكنا بنستمتع بالكوره، والكوره من غير جمهور يعني خالي الدسم، الرياضة خالية الدسم، لازم الجمهور. لكن ايه اللي اتغير؟ ايه اللي اتغير؟ هل الجمهور اللي اتغير، ولا الاعلام الرياضي هو اللي اتغير، ولا اللعيبة اتغيرت، ولا الادارة اتغيرت؟ ايه الجديد من وجهة نظرك؟ لا هو طبعا هي عملية فكري في الاول والاخر، لكن طبعا انا يمكن مع حضرتك في نقطة مهمة جدا، هي السوشيال ميديا في الفترة الاخيرة بقى لها تأثير كبير جدا على الرياضة. في ناس، طبعا مش هذكر حد بالاسم، لكن في ناس ما بقتش امينه على المهنه، بدات تعمل فتنه بين الانديه او بين اللعيبه وادارتها، فبدا الموضوع ياخد حيز او متجه اخر خالص غير الرياضه. برضو احنا عايزين نقول زي ما حضرتك قلت، الرياضه اخلاق، الرياضه معموله عشان توطد العلاقات بيننا، مش عشان تفرقنا. يعني انا اشوف دول دلوقتي بتدخل عمليه مباراه مثلا ما بين منتخبين عشان يقربوا الشعوب لبعضها، مش عشان يفرقوا. الموضوع الفتره الاخيره انا شايف من وجهه نظر السوشيال ميديا سبب رئيسي في اللي بيحصل في الرياضه في مصر حاليا. طب واللعيبه هل لهم دور في ان هم ينزعوا في تلك الازمه؟ النهارده النجوم القدامه زي حضرتك جايين بيقولوا يا جماعه لا للتعصب، احنا اصحاب زي ما انت حضرتك قلت، اصحاب وحبايب وفي علاقات اسريه، الموضوع ابسط من كده اكثر مما بيسوقوا البعض للجمهور، انه بقى في حرب بين الاهلي والزمالك او بين الاسماعيلي. يعني مين اللي المفروض يبدا؟ هل اللعيبه اللي تبدا تتعانق مع بعضها زي النهارده،
ولا احط ضوابط على السوشيال ميديا ولا اداره الانديه ولا يعني قول لي نبدا منين برضو رؤيتك ايه؟ حضرتك بتقول حلول كتيره بصراحه وحلول محترفه كلها. يمكن يقول لك دلوقتي انت عشان انتم مبطلين فانتوا اصحاب، لكن ايام ما كنا بنلعب ما كناش بنلعب بالعكس. احكي لي بقى يا كابتن ياسر، لما كنتوا بتلعبوا مع بعض قبل ما تبطلوا الرياضه، انت احكي لي انت مع زمايلك في الانديه الثانيه كنتوا بتتعاملوا ازاي مع بعض؟ كانت علاقتنا قويه جدا، لان ما تنساش في الاول والاخر ان اهلي زمالك اسماعيلي مصري، الانديه كلها الشعبيه سواء الشعبيه او اللي موجوده شركات حاليا كله بيصب في مصلحه منتخب مصر، فاحنا في الاول والاخر هنتجمع في منتخب مصر هنمثل بلد واحده، فما ينفعش يبقى بيننا مشاكل. ده الفكر بتاعنا كان في فتره، خلاص هي منافسه شريفه في الملعب بتنتهي، خلاص احنا بنتجمع كل ده عشان نفيد منتخب مصر، في الاخر بنروح باسم منتخب مصر. النهارده بتسمع مشاكل كتير بين اتنين لعيبه اهلي وزمالك، لكن بيروحوا المنتخب بتلاقي الاتنين بيلعبوا جنب بعض عادي جدا، يبقى الموضوع مش عند اللعيب، الموضوع في السوشيال ميديا نفسه هو اللي بيعمل. دلوقتي في ناس بتعمل فورتيك زي ما بيقولوا، عايز يعمل قنبله ويرميها عشان يعمل يجذب الانتباه شويه او الجمهور شويه ليه عشان يعمل لنفسه شو، لكن الموضوع ده يا جماعه الموضوع ده هياثر علينا بالسلب، وفعلا بدا ياثر علينا بالسلب. انت اشتغلت لعبت في المانيا فتره اعتقد 6 سنين يمكن او اكتر، يعني تجربه المانيا الاحترافيه غيرت في فكرك ايه؟ لاعب محلي جاي من الدقهليه وكان لعيب محترم اعتقد باك يمين، انا فاكر ايامك كنا بنحفظ اللعيبه، كان معاك كابتن محمد عماره اعتقد. تمام. عايز اعرف مين خليفتكم دلوقتي بالملعب دلوقتي، ترشح مين يكون مكانك؟ لا كان في برضه ناس كويسه، في احمد فتحي واسلام الشاطر، الناس دي جت بعدنا. يمكن منتخب مصر بيعاني من الاطراف حاليا اللي هي المدافعين الباكين، لكن ان شاء الله مصر طول عمرها ولا مين ده. مين عينك عليه كده يقول يعني ده خليفه الاسماء اللي انت قلتها؟ والله بص، هو محمد هاني لعيب كويس جدا، بس طبعا عليه حمله مش طبيعيه، وبرده هي حمله ولا هو اللي والله هو محمد هاني لعيب كويس جدا، لان انا مرنته في الناشئين وكان معايا في منتخب الشباب. واحنا اول ناس رشحناه للدرجه الاولى في النادي الاهلي، الولد عنده امكانيات كويسه جدا وشخصيه. ايه اللي حصل؟ الضغط، ضغط ضغط من كل حته. طبعا لما انت بتمشي في الشارع او تقرا في على السوشيال ميديا او تسمع بتاثر، اكيد بتاثر على اللعيب، يعني بياخد حيز من تفكيرك. يعني ياسر، يعني الكابتن ياسر اللي بيتقال على السوشيال ميديا بيأثر على نفسيه اللعيب؟ حسب شخصيه اللعيب كمان، يعني هي بترجع لشخصيه اللعيب. اذا كان هو لعيب فعلا عنده ثقه في نفسه 100% وما ما بيشوفش الحاجات دي او ما بيسمعش الحاجات دي، لا هيبقى الموضوع مش هيأثر معاه، لكن لو هو مركز مع الاعلام والسوشيال ميديا اكيد طبعا هتأثر فيه، تأثر في حياته، تأثر مع زوجته، تأثر مع اهله، مع اخته، امه، ابوه، الناس دي كلها بتتأثر بالكلام ده، فبالتالي بتأثر على اللعيب نفسه. يعني يا كابتن اروح ارمي نفسي في البحر بقى كده لو على اللي بيتقال علينا كل يوم. لا انا قلت لحضرتك بعض، ما قلتش لحضرتك كله. لا في ناس بقى، في ناس محترمه كتير جدا يعني. ربنا يبارك فيك. قول لي بقى انت النهارده ليه في العالمين وازاي وجيت ازاي ورايك، كلمنا على العالمين بقى. والله طبعا العالمين بصراحه حاجه محترمه جدا وفخر لكل المصريين، يعني اللي اتعمل فيها والحاجات الجميله اللي احنا شايفينها، فعلا تحس ان انت مش في مصر، انت في حته في اوروبا. يعني طبعا بحكم ان انا سافرت في اوروبا كتير فعارف الدنيا عامله ازاي. التعمير اللي موجود، المباني، الحاجات اللي موجوده، البحر، لا بصراحه احنا بقينا في حته تانية، وبحمد ربنا طبعا على التطور العمراني اللي احنا موجودين فيه في مدينه العالمين. انت جيت ليه بقى العالمين؟ انا جاي والله زياره الناس اصدقائي كده، وكنت معزوم عندهم، فبالصدفه يعني حد من عندكم في القناه عارف ان انا موجود فقال لي النهارده اطلع، فدي حاجه جميله جدا وانا مبسوط ان انا موجود معاكم. رايك في فكره ان احنا نجيب النجوم القدامى يلعبوا مباراه ويقولوا رساله للجمهور لا للتعصب؟ والله ده الفكره. ايه لا الفكره جميله طبعا، واتمنى الناس تقدر تقدرها وتفهمها كويس وتوصل لعقولهم وقلوبهم. احنا عايزين نساعد بعض يا جماعه، احنا عايزين في الاول والاخر كله في مصلحه مصر، سواء بقى كل واحد من مجاله. احنا كرياضيين بنحاول نعمل اقصى حاجه ممكنه ان احنا نخلي شكل بلدنا كويس، مظهرنا يكون جميل. امبارح بالصدفه يعني بنتفرج على المنتخب الاولمبي، احنا عايزين منتخب الاولمبي، شفنا منتخب المغرب كسب ارجنتين 2-1، احنا تعادلنا، لا احنا عايزين احنا اللي نكسب، عايزين مصر هي اللي تكسب، زي ما مصر كانت معودانا ان هي دايما رائده الدول العربيه كلها. توقعاتك للمنتخب القومي بقى في المرحله تحت اداره رياضه العميد العميد كابتن حسام حبيبنا كلنا وبندعي له من قلبنا، يعني امين يا رب، ربنا يكرمه.
والله طبعا انا بتمنى له كل الخير. طبعا الكابتن حسام من الناس المخلصه جدا في عملها، سواء ايام ما كان لاعب، وكان ليا الشرف ان انا طبعا لعبت معاه هو والكابتن ابراهيم. عندهم روح قتاليه بصراحه ممكن تكفي فرقتين مش فرقه واحده بس. كان ليا الشرف ان انا تواجدت معاهم. اتمنى لهم طبعا التوفيق، اتمنى لهم انهم ياخدوا بطوله افريقيا، ودي حاجه مهمه جدا. وصول لكاس عالم ان شاء الله، هنوصل كاس عالم ونمثل ويمثلونا بشكل كويس في كاس عالم. اتمنى بس ان احنا بطوله افريقيا ما تعديش مننا كمان السنه دي، لان كاس عالم ده ما فيش مفر منه. احنا ان شاء الله هنوصل، لان المجموعه خلاص احنا بينا اول وفضل كام ماتش، فالدنيا متظبطه. لكن بطوله افريقيا هتفرق مع الكابتن حسام وتفرق معانا كتير جدا. طب رساله بقى قبل ما اختم معاك، رساله للجمهور الكوره اللي شايف الصوره غلط. يا جماعه احنا يعني بنشوف الكوره بره عامله ازاي، بنشوف الملاعب عامله ازاي. ممكن اللاعب يسلم على المشجع وهو في قلب الملعب وهو في المدرج. الدوري الانجليزي الملاعب كلها ما فيش تراك، على طول الملعب وبتاع 5 ياردة وتلاقي الجمهور جنبك، رغم ان الجمهور الانجليزي متعصب جدا. جدا، لكن في ضوابط وفي قوانين وفي لوائح بتتحط. ممنوع يعني، انا اعتقد من كام سنه كده كان حد بس رمى صباع موز في الملعب، اتوقف مدى الحياه ان هو ما يخشش مباريات. لما يبقى في حاجه بتحكم خلاص كله بينفذ، الموضوع بينتهي. احنا مش عايزين نوصل للمرحله دي، احنا عايزين نروح نشجع الكوره، عايزين نروح نتبسط زي ما بنشوف في اوروبا. الناس راح تنبسط، اللي واخد مراته، اللي واخد اخته، اللي واخد اخوه، اللي واخد ابنه الصغير، هو راح ينبسط، راح يتفرج على الناس اللي بيحبها، وفي نفس الوقت يتمتع بالكوره. احنا مش عايزين نوصل لمرحله ان احنا النهارده يبقى في خصومات ما بيننا، ان احنا نخش محاكم. يعني دي حاجه برضو من الحاجات الغريبه، موضوع حسين والشيبي. ليه احنا اتنين لعيب الكوره، احنا مش بتوع مصارعه، حتى لو بتوع مصارعه وملاكمه ما هي رياضه برضو، المفروض ما توصلش للمرحله اللي احنا وصلنا بها. ده ناتج من تعصب الجمهور ولا هو ده اللي بيعمل تعصب للجمهور؟ لا، هو ده اللي بيعمل تعصب الجمهور، لان الادارات ما تصرفتش بشكل مهم في الموضوع ده، او ما خدوش بمحمل ان هو حاجه مهمه وكان لازم يفصل فيها. بصراحه الموضوع ده يرجع مشكلته لاتحاد الكوره، ان هو كان المفروض ياخد القرارات، المفروض الموضوع ده ما يوصلش محاكم. يعني انا بلعب كوره وفي الاخر ابقى في محكمه، ما انا بلاش العب كوره يعني. صحيح. طيب رسالتك لل الاعلام الرياضي اللي المتهم الدائم. هو مش متهم دائم، احنا بس نفسي ان هو يبقى محايد، يعني ما يبقاش في صف حد. قول اللي انت بتشوفه بس، ما تحاولش تعمل بهارات فيه. عشان ما ينفعش معلق رياضي او حد صحفي رياضي يفسع عن انتمائه، ده اعتقد عادي، ده عادي جدا يعني. بس انت لما لكن دون تعصب. بالظبط كده، لما تيجي يعني تقول اي حاجه مثلا لشخص، مثلا ان انت عندك مشكله 1 2 3، يبقى الموضوع بناء، ما يبقاش هدام بس. يعني انت بتنصحه عشان هو يبقى، انت عايزه يبقى كويس، مش بتدي له معلومات عشان تخلص عليه خالص. فاحنا عايزين الحاجات دي تبقى يعني، ان انت طبعا النهارده انا قاعد قدام كاميرا ولا قاعد قدام اي موقع ولا الحاجات دي الناس بتشوفها والناس بتقراها والناس بتكتبها، فانت بتخاطب ملايين من الناس، فانت بتحاول تعمل فتنه ما بين الناس. لا، احنا عايزين الموضوع يبقى ابسط من كده، عايزين الناس برضو تبقى عقلياتها اكبر من كده، الناس تشوف الناس بره بتعمل ايه، لازم نبقى زيهم، لان هم مش احسن مننا. احنا بدانا والناس دي كانت بتتعلم مننا، دلوقتي احنا مش عارفين نوصل للناس دي. يعني احنا ممكن نوصل نرجع تاني في كره القدم الى الرياده اللي انت بتحلم بيها كجيل من الجيل اللي حقق بطولات وفي في في وقت كان صعب جدا. والله لو كل الناس اللي هم ينتموا للرياضه زي وزي حضرتك وعندهم نفس التشوق، اللي هو ان احنا فعلا نبقى رياده الكره العربيه والافريقيه تاني، ده طبعا اكيد هنوصل لها. ما فيش حد بيتعب وربنا بيضيع تعبه ابدا. فاتمنى ان شاء الله ان احنا نوصل في يوم من الايام ان احنا نبقى رائد الكره العربيه والافريقيه تاني. لو عندك نصيحه مدخره ممكن تقولها للكابتن حسام حسن اللي كان زميلك في الملاعب والنهارده بيقود المنتخب، تقول له ايه؟ انا بس طبعا احب اقول له ربنا يوفقك الفتره اللي جايه، ابعد عن العصبيه، لان العصبيه هتخرجك بره التركيز، وان خرجت بره التركيز مش هتقدر تدي قرارات سليمه. دي بس النقطة الوحيدة اللي عند الكابتن حسام، وده غصب، بيبقى غصب عنه، لان هو روح القتالية بتبقى عالية جدا فبتأثر عليه شوية. لكن ان شاء الله اتمنى ان هو يتعدى العقبة دي ويواصل مشواره بنجاح بإذن الله. كابتن شرفتني والله، يعني سعدت بيك وبآرائك المباشرة الواضحة اللي فاشلة في دوران، وبتعكس فعلا جيل لطيف ذهبي
ناس فيها الاحترام هو السائد. حتى فكرة انه لجوء البعض المحاكم قلت ده مش كورة دي مش رياضة في غياب الحكم. مشكورة جدا كابتن ياسر، انا ليا الشرف ان انا كنت مع حضرتك النهاردة ومبسوط والله جدا، والف شكر لحضرتك. شكر ليك، كل سنة وانت طيب. بس حضرتك طيب ودايما يا رب نلتقي كده في العالمين يا رب، وهي فوق وفوق وفوق. شكر يا جداً. رب ان شاء الله. شهداء الكرام، يعني هذا اللقاء السريع مع احد النجوم للعصر الذهبي اللي كان فيه الاخلاقيات هي السائدة، كابتن ياسر رضوان. خليني اطلع فاصل ثم نعود نواصل هذه الحلقة الاستثنائية من على شواطئ البحر الابيض المتوسط وتحديدا من مدينة العالمين الجديدة. ابقوا معنا.